ابنها ما تفهميها يا ام العراف. فكره انها راسي على الدور، انا حاسه كده ان هي وابنها عاملين رباطيه جامده قوي على الحاج عشان يوافق. ما انت عارفه بهيجه ما يهونش عليها تزعل ابنها. يا لهوي، حق دي ساعتها هتبقى الفضيحه بجلاجل، واللي ما هيشتري يتفرج. بس انا خايفه لا يكون الحاج راسي على الموضوع وتكون بهيجه لين دماغه. لا 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 يا نازك، دي ساعتها بقى هتبقى حوسه، ده احنا مش هنعرف نفرح فيهم. لا انا هفرح في ابراهيم وهقول له ابنك عار اخواته. يا اخويا، وانت بقيت شخشخه في ايد مراتك بهيجه. خدي يا بنت، كتر خيرك يا ست الكل، ربنا ما يحرمني منك ابدا. هدمتين على الله يتمروا فيكي، اهو يستروكي ويستروا جسمك. ربنا يخليك يا رب. يو ما تتاكلي يا بنتي. يلا، اصلي قلت للبنت زنوبه تجيب لي حاجه اشربها، حسيت ان الضغط واطي عليا. الضغط واطي وهو هيجيبه من بره. يلا زي بعض. بقولك يا ست بهيجه، اخبار الست مروه ايه؟ يعني وحشتني قوي، ما تعرفيش حاجه عنها؟ مروه، من سمعك يا ورده وحشتني انا كمان، وقلبي مش هحتف عليها. الليمون روقي دمك يا حبيبتي. أعوذ بالله. كتر خيرك يا ستي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أنا حطيتك على الله بقى. ثانية يا ولد. نعم. أقول لك إيه؟ نعم. أنا مش عايزة سيرة الموضوع ده تتفتح تاني، ولو فتحي عكسك ولا قال لك البقين اللي أنتِ قلتيهم دول صديه وحجري له. عارفة يعني إيه تحجري له؟ عارفة طبعًا. أنا من بكرة الصبح هحجر له. لا من بكرة ليه؟ هنزل أحجر له حالًا دلوقتي. وأنا كمان يا حبيبتي هنظر لك على عريس 100% يستتك ويخليك فلة ووردة كمان، وهقول للحاج يجهزك من ساسك لراسك. كتر خيرك. اتكلي بقى، أنا مش عارفة من غيرك ولا أنت والحاج كنت هعمل إيه يعني. السلام عليكم. سلامة يا حبيبتي. مع السلامة. سلام. كده برضو يا فتحي، كده يا متعلم يا بتاع المدارس. خسرتك يا بنتي يا قلبي، خسرتك يا اختي، بس بكره تفرق وتتعدل. وقعدت تتعبي نفسك ليه يا ست بهيجه؟ هو انا يا اختي حلاقي احسن من ابنك؟ عريسي انا جاية اهو. عريسي أنا جاية أهو. عايزة أزغرط بس خايفة. هتبات برا الليلة؟ احتمال، واحتمال أخلص بدري وأرجع لك على طول. أنا مش عارفة بس إيه اللي خلاك تشتغل في مكافحة المخدرات. معقول أنت اللي بتقولي الكلام ده؟ ده أنت أول واحدة بتكافح ضده. يا حبيبي بس أنا خايفة عليك، دول ناس مجرمين ما عندهمش ضمير. يا حبيبتي ما تقلقيش، العمر واحد والرب واحد، وبعدين ما فيش حد بيموت ناقص عمر. ولولا شغلي في إدارة المخدرات لا كنت شفتك ولا عرفتك. لا كنت هعرفك برضو. ازاي بقى؟ انت ناسي انك قريب سهام. صدقي أول مرة في حياتي انبسط إن سهام دي قريبتي. خد بالك من نفسك يا علاء، هي العملية فيها ضرب نار حسب التساهيل. أنا قلقانة عليك قوي يا حبيبي. قلقانة؟ ما طول عمرك عايشه وسطهم، ما خفتيش يعني؟ وسط مين؟ تجار المخدرات بتوع البطنيه. ما انا ما كنتش لسه عرفتك يا حبيبي، وبعدين ما انتوا طهرتوا الحي منهم خلاص. يعني ما فيش حد عندكم منهم دلوقتي؟ علاء
خير يا ابو سمر، طلبتني ليه؟ وبعدين معاك هيفصل، ايه حكايه حماك ده؟ هيفضل لحد امتى لابسك طرح؟ ايه يا ابني؟ مش كنتوا خلصتوا بقى من حكايه البت اللي حبلت منك دي؟ سيبك من المواضيع التافهه دي، احنا جايين هنا نتكلم في شغل. هو الحاج مضايقك في حاجه؟ احنا عاوزين بس نغرف من البضاعه الجديده. انت قصدك يعني على اخر بضاعه الحاج جابع معاه وهو جاي مش كده؟ بقول لك ايه، بضاعه ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش بضاعه يا راجل، دي كنسه عطار. الحشيش دلوقتي ما بياكلش، احنا عاوزين نشتغل في البودره. اه دي بقى الحاج هيقف لك فيها وهيقول لك محلك سر. يا ابني ده ما بيكرهش في حياته دي الا البودره، بس مكسبها حلو ومخاطرها على قدها. طب وانت ابوك رايه ايه في الموضوع ده؟ ابويا خايف من حماك طبعا، انت عارف الناس الكبار دول بيعملوا حساب لبعض. طب وانا المطلوب مني ايه يعني؟ نحط ايدينا في ايدين بعض وهو نفتح سكه جديده، وكل واحد فينا عنده تجارته اللي مش جايب همها. اعمل معروف يا عم، طلعنا انا من نفوخك في الشغلانه دي، لان لا ابويا ولا حمايا هيوافقوا. وهم ايه اللي هيعرفهم بس؟ احنا هنشتغل في الدايره ومحدش هيعرف. ما لو ربنا بس يخلصنا ويريحنا من الراجل ده. عمرك اطول من عمري، لسه كنت اقولها لك. هو الراجل ده طول كده ليه؟ طول ايه يا عم؟ امال المعلم النعس ده بقى تقول عليه ايه؟ طب انت بس ربنا كده يديك طولة العمر زيه. لو المعلم النعس ده موجود كان خلانا اشتغلنا زي الفل. انا مش فاهم دماغ حماك الناشفه دي. انت ما جيتيش ليه؟ ولا هو كان معاه فرقعه كده وخلاص؟ غصب عني يا سي فتحي، اصلا امك شيعت لي. الفستان ده هياكل من عليكي حته. يوه، عايز ايه بقى تاني يا سي فتحي؟ ايه يا بنت تعالي هنا، ايه النغمه الجديده دي؟ لا بقى يا اخويا، قول ما تعطلنيش، انا عايز امشي. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مالك لو ابوزك شبرين ليه؟ انت شكلك بقى مش هتسكت غير لما اخواتي يخلصوا عليا. يخلصوا عليكي ليه ان شاء الله؟ ايه اللي حصل؟ ما انت عارف، ولا يعني هم لازم يقفوا ويتفرجوا ويسقفوا لك كمان؟ يسقفوا على ايه يا بت؟ هو احنا مش بنحب بعض حب شريف؟ اه يا اخويا، بس احنا ناس صعايده ما نعرفش غير شيء واحد بس. هو ايه الشيء ده؟ الجواز. ولعلمك بقى، في واحد اتكلم عليا امبارح عند ابويا. ايه؟ وقلتي لابوكي ايه؟ يعني خرجت من الموضوع كده بصنعه لطافه، بس انا بقى هفضل اعمل الكلام ده لحد امتى؟ ماشي هفكر. نعم يا قمر، تفكر فيا يا اخويا؟ تفكر تتجوزني ولا لا؟ لا هفكر اعمل ايه، هفكر اعمل ايه، هفكر في حل. ما انت عارفه لو انا رحت قلت لابويا وامي اللي انا عايز اتجوزك مش هيوافقوا. ليه يا حبيبي؟ مش راجل ولا انت يعني اقل من اختك؟ طب يا اخويا لما تفكر بقى ابقى قول لي عن اذنك. انا افكر ايه؟ هي دي المذاكرة؟ لا ده انت البحر واخدك مني خالص. انت جيت يا حبيبي؟ هي بنتي سرحانة في ايه؟ لا ولا حاجة. ولا حاجة ايه؟ امال الشرود اللي انت فيه ده ايه؟ اصلي افتكرت بابا وماما، ما تتصورش وحشوني قد ايه. بسيطة حبيبتي، كلميهم في التليفون. خايفة اتكلم بابا يرد عليا يقفل السكة في وشي. حاولي.